السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة، وكتتم لتصحيح امتحان مباراة ولوج مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التعليم الابتدائي دورة يوليوز 2014. إذن في الحلقة الماضية كنا قد وصلنا إلى حدود السؤال 26. لنبدأ بالسؤال 27. إذا بالنسبة للامتحان ما لقيتش الورقة في الانترنت، نحاول ندبر الأسئلة وكتبتهم في ورقة باش نصححوهم. إذن هذا الجزء الثالث من هذا التصحيح. إذن الجزء الأول والثاني ستجدونه في أسفل الفيديو في صندوق الوصف، إذن سأترك الرابطين هناك. إذن السؤال 27 يقول: ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجملة التي تتضمن إعرابا خاطئا للمستثنى مما يأتي. إذن كما نعلم أن المستثنى لديه ثلاث عناصر، كاين المستثنى منه أداة الاستثناء ثم المستثنى، كما لديه أيضا ثلاث حالات إعرابية. إذا كان الكلام تاما مثبتا والمستثنى منه مذكور، فهنا في هذه الحالة وجب نصب المستثنى. أما إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه مذكور، ففي هذه الحالة لدي اختيارين: إما نصب المستثنى أو جعله بدلا تابعا للمستثنى منه أو المبدل منه اللي هو المستثنى منه. ثم الحالة الثالثة: إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه غير مذكور، فنعرب الجملة أو نعرب المستثنى كما لو أن أداة الاستثناء غير موجودة، بمعنى المستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة، يمكن أن يكون فاعلا أو مفعولا به إلى غير ذلك. إذن لدينا أداة الاستثناء، وهي هنا هي إلا في الجمل: حضر الشعراء كلهم إلا حافظا. إذن هنا في هذه الحالة لدينا الحالة الأولى، الكلام تام مثبت ما عنديش النفي، والمستثنى منه مذكور اللي هو الشعراء، المستثنى منه مذكور إلا حافظا. إذن هنا حافظا مستثنى منصوب وجب نصبه، إذن هنا صحيح، لأن قلنا الجملة التي تتضمن إعرابا خاطئا. هنا كل الشعراء حضروا إلا حافظا، أيضا هذه الجملة صحيحة. ثم هنا عندي النفي: ما حضر من الشعراء إلا حافظا. هنا الكلام منفي والمستثنى منه هنا مذكور، إذن هنا نقدر نقول حافظا أو لا حافظ، عندي الاختيار هنا، يعني حتى حافظا صحيحة. ثم الجملة الأخيرة: ما حضر الأمسية الشعرية إلا حافظا. نحل هذه الجملة، هذه هنا عندنا الكلام منفي، لأننا احنا في الحالة الثالثة، والمستثنى منه غير مذكور في هذه الحالة. إذن المستثنى منه غير مذكور، إذن هذا حافظا يجب عليها أن تعرب حسب موقعها في الجملة، كما لو أن هذه إلا غير موجودة. هذه نحيد هذه إلا هذه ونعربوا الجملة، نحيد هذا إلا هذه ونحيد هذا النفي. حضر الأمسية الشعرية، شكون اللي حضرها؟ حافظ، إذن هنا فاعل، إذن هنا هذا فعل، فر الفاعل ديالو هو هذا اللي حضر الأمسية الشعرية. إذن هذا فعل، هذا فاعل مؤخر، هذا مفعول به مقدم، وهذه نعت لي هذه. إذن الجملة اللي كتضمن واحد المستثنى خاطئ هي هذه، هنا خاص تكون حافظ وليس حافظا. إذن الاختيار الصحيح هو 4. ثم السؤال 28: ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجواب الصحيح حسب منطوق النص. إذن بالنسبة للأسئلة نتاع النص كنفوت عليها، إذن فقط أنك تقرأ النص وغادي تجاوب عليها. إذن هنا في هذا لغة التخاطب اليومي شديدة الصلة بالحاجات اليومية، لغة التخاطب اليومي عديمة الصلة بالحاجات اليومية، لغة التخاطب اليومي شديدة الصلة باللغة الشعرية، لغة التخاطب اليومي عديمة الصلة باللغة الشعرية. إذن هنا
بعد قراءة النص قراءة متأنية ستبين لك أن الاختيار الصحيح في هذا السؤال هو الاختيار الأول، لغة التخاطب اليومي شديدة الصلة بالحاجات اليومية. ثم السؤال 29، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجملة التي تتضمن أسلوب الاختصاص. أسلوب الاختصاص هو غالبا كيكون واحد الضمير ثم يليه اسم معرف، مثلا هنا نحن الشعراء نستعمل لغة إيحائية، نحن شعراء نستعمل لغة إيحائية، نحن والشعراء نستعمل لغة إيحائية، نحن الشعراء نستعمل لغة إيحائية. لأن هنا دائما الاسم المعرف الذي يأتي بعد الضمير نحن أو أنا إلى غير ذلك يأتي منصوبا، لأنه يساعد هو المختص، مختص ويعرب مفعول به، نحن مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، نحن أخص الشعراء. إذن هنا الشعراء مفعول بهذا هو المختص، إذن هذا هو أسلوب الاختصاص، هنا راه منصوب، إذن الجواب الصحيح هو هذا. نحن شعراء من هذه جملة اسمية، نحن مبتدأ هذا خبر، نستعمل فعل فاعل مفعول به إلى غير ذلك، لغة إيحائية هذا نعت، من هنا ما عنديش أسلوب الاختصاص. نحن والشعراء، نحن مبتدأ وهذه واو العطف وهذا معطوف، إذن هنا ما عنديش أسلوب الاختصاص. نحن الشعراء، إذن نحن في الحقيقة هنا ما خصهاش تكون الشعراء وخاصها تكون الشعراء، إذن هي هذه فقط، هنا هاد الضمة هذه، إذن هنا هذه جملة خاطئة. إذن الجواب الصحيح هو أو الاختيار الصحيح هو رقم 1. ثم نمر للسؤال 30، نمر للسؤال 30، ماذا يقول؟ ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجملة الصحيحة مما يأتي. كانت، هنا لاحظوا أخوات، كان وأخواتها نواسخ فعلية. كانت الشاعرتان ملهمتين في حين أن، عدتاني أن نواسخ حرفية. الشاعران متكلفين، إذن هنا خاصة نقلبوا على اسم كان وخبرها، ثم نقلبوا على اسم إن وخبرها. شنو كدير أخوات كان؟ إذا ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أما النواسخ الحرفية فتعمل عكس النواسخ الفعلية، تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. إذا كانت، إذا هذه كانت ناسخ فعلي، إذا هذا هو الاسم ديالها خاصة يكون مرفوع، وكان لاحظ بأن هنا عندي مثنى، والمثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، إن خاصة يكون مرفوع بالالف. إن كانت الشاعرتان، كانت الشاعرتان، كانت الشاعرتان، كانت الشاعرتين، إذا الجملة الرابعة خاطئة مباشرة، إذا هنا فقط من جوج كلمات هذه خاصها تكون مرفوعة، إذا هذه خاطئة، بقاو لي دروك هذو بثلاثة. غادي نمشي نشوف في الرأي اسم، إذا هذا هو اسم كان، هو هنا مرفوع وهنا مرفوع وهنا مرفوع. نمشي نشوف خبر كان، خبر كان كيفاش خاصة يكون؟ خاصة يكون منصوب، إذا كان اسمها مرفوع فخبرها خاصة يكون منصوب، بمعنى منصوب بالياء. إذن كانت الشاعرتان ملهمتين، إذن هذه اللي هنا حد هنا صحيحة. ثم كانت الشاعرتان ملهمتان، إذن هنا مرفوع هنا مرفوع، إذن لا، إذن هذه خاصها تكون منصوبة بالياء ماشي مرفوعة بالألف. دابا الاختيار الثاني حتى هو خاطئ، مشى، بقات لنا دابا الأولى والثالثة. كانت الشاعرتان ملهمتين، كانت الشاعرتان ملهمتين لحد لهنا صحيحة. نكمل الجملة هنا، في حين أن، في حين أن، إذن الآن غادي نمشيو لأن، أن ناسخ حرفي، ماذا يفعل؟ ينصب الأول ويسمى اسمه ويرفع الثاني. إذن هنا أن الشاعران، هنا مرفوع بالألف، هنا خاصة يكون منصوب، إذن هذه خاطئة. كانت الشاعرتان ملهمتين صحيحة، في حين أن الشاعرين متكلفان، إذن هنا عيادي هذا منصوب وهذا مرفوع، هذا منصوب بالياء لأنه مثنى وهذا مرفوع بالألف لأنه مثنى. إذن لاحظ كان ترفع الأول هو مرفوع بالألف وتنصب الثاني، أما أن فالعكس،
تنصب الأول وترفع الثاني. الاختيار الصحيح هو رقم 3. ثم نمر السؤال 31. قدم الكاتب عدة آراء حول علاقة اللغة الشعرية بلغة العموم. ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجواب الصحيح حسب منطق النص. إذا انطلاقا من النص، بعد قراءة النص شنو عندنا هنا؟ لأن بعض النقاد أهملوا لغة الحديث اليومي في الشعر، لأن بعض النقاد أهملوا اللغة الشعرية في الحديث اليومي، لأن بعض الشعراء أهملوا لغة الحديث اليومي في الشعر، لأن بعض الشعراء أهملوا اللغة الشعرية في الحديث اليومي. بعد قراءة النص قراءة جيدة سيتبين لك أن الخيار الصحيح في هذا السؤال هو الخيار الأول، لأن بعض النقاد أهملوا لغة الحديث اليومي في الشعر. إذا نرجعوا للورقة، إن هذه الأسئلة كنت ما لقيتهمش في النص. الآن سؤال 32. ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجملة التي بني فيها الفعل قال للمجهول بطريقة سليمة مما يأتي. إذن قال، إذا انتبهوا مزيان، لم ينظم الشاعر مدحا في رئيسه فأقيل من منصبه. لم ينظم الشاعر مدحا في رئيسه فقيل عنه خائن. لو لم ينظم الشاعر مدحا في رئيسه لأقيل. لو ينظم الشاعر مدحا في رئيسه فهل كان سيقيله؟ هنا راه عندي جوج أفعال، كاين قال وكاين أقال. انتبهوا مزيان، عندي قال الفعل المبني للمجهول منه هو قيل، وكاين أقال يعني من الاستقالة، أقال فعل متعدي، أقال إذن أقيل. إذن قال الفعل المبني للمجهول منه هو قيل، أما الفعل أقال الفعل المبني للمجهول منه هو أقيل. إذن هنا أقيل هذا ماشي فعل قال، هذا أقال ماشي قال، إذن هذه خاطئة. لم ينظم الشاعر مدحا في رئيسه فقيل، إذن فقيل، إذن هنا فقيل عنه خائن، إذن قيل هذا هو المبني للمجهول نتاع الفعل قال. إذن الجواب الصحيح هنا هو الاختيار الثاني، لو لم ينظم الشاعر مدحا في رئيسه لأقيل، إذن هذا خاطئ. ثم كان سيقيله، إذن هذا أيضا خطأ. سؤال 33. ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجملة التي تضمنت نعتا، تضمنت جملة نعت، جملة نعتا. إذن لاحظ جملة نعت مما يأتي. إذن بالنسبة لجملة النعت، إذن الأغلبية كيتخلط لهم بين جملة الحال وجملة النعت. إذن باش تفرق بيناتهم هو أن النعت دائما يتبع منعوته في كل شيء، أما الحال فصاحب الحال دائما كيكون معرف. نلاحظ هذه الجملة الأولى، دخل الشاعر إلى قاعة العرض حاملا ديوانه. دخل الشاعر، إذا نلاحظ الشاعر هذا هو صاحب الحال هنا معرف، حاملا ديوانه، حاملا ديوانه. إذن هنا ماشي جملة نعت. دخل الشاعر الحامل ديوانه إلى قاعة المناقشة. دخل فعل، الشاعر فاعل، الحامل الشاعر الحامل، إذن هذا نعت. سببي ديوانه، ديوان مفعول به لاسم الفاعل اللي هو الحامل على وزن فاعل، إذن إعمال اسم الفاعل، إذن يقدر ينصب واحد المفعول به بحال كي يعمل عمل فعله. الحامل ديوانه إلى قاعة حرف جر المناقشة مضاف إليه، إذن هنا ما عنديش نعت. دخل شاعر إلى قاعة المناقشة يحمل ديوانه. إذن لاحظوا هنا باش كتعرف جملة النعت خاصك تقلب على واحد الاسم قبله نكرة. هنا ما يمكنش يكون عندي جملة نعت، لحقاش هذا معرف، هذا معرف. هنا عندي اسم نكرة، وهنا عندي من بعده جملة كتوصف لماذا؟ كتوصف لي هذا الشاعر هذا. بمعنى النعت جملة ما عمر كيكون الاسم اللي قبله نكرة، اللي قبله يكون معرف، يعني هذاك اللي كيوصفه ما عمره يكون معرف. نلاحظوا حاملا ديوانه، شكون اللي حاملا ديوانه؟ الشاعر، إذن هنا معرف، ما يمكنش تكون هذه جملة نعت.
دخل الشاعر الحامل ديوانه إلى قاعة المناقشة، الحامل ديوانه. هنا عندي نعت ولكن مفرد ماشي جملة. ثم دخل شاعر إلى القاعة المناقشة يحمل ديوانه، إذن هنا عندي نعت الجملة هو يحمل ديوانه. هذه يحمل ديوانه شنو كتوصف لي؟ كتوصف لي هذا الشاعر هذا اللي هو اسم نكرة. عفوا. إذن هذا هو الجواب الصحيح. دخل الشاعر إلى قاعة المناقشة وهو حامل ديوانه، إذن هنا عندي جملة حال وهو حامل ديوانه، إذن هنا جملة حال. هو صاحب الحال هو هنا معرف، من صاحب الحال دائما كيكون معرف، إذن هذه ليست جملة نعت وإنما جملة حال. نمر للسؤال 34. ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجواب الصحيح حسب منطوق النص، إذن حسب منطوق النص فقط أنك تقرأ النص جيدا. إذن لغة الشعر شديدة البعد عن الغموض، لغة الشعر شديدة البعد عن الوضوح، لغة الشعر عديمة القرب من الغموض، لغة الشعر شديدة القرب من الوضوح. إذن هنا في هذا السؤال إذا تقرأ النص سيتبين لك أن الجواب الصحيح هو رقم 2، لغة الشعر شديدة البعد عن الوضوح. إذن لغة الشعر دائما كتكون غامضة وفيها إيحاءات إلى غير ذلك. ثم السؤال 35، صل بسهم بين نوع البدل والجملة التي تتضمنه. مما يأتي؟ عندنا بدل البعض من الكل، البدل المباين، بدل المطابق، ثم بدل الاشتمال. إذن بالنسبة للبدل، إذا إلا رجعتوا للفيديوهات اللي قبل كنت كنشرح أكثر على جميع الدروس تقريبا، راني شرحتهم في التصحيحات السابقة. البدل البعض من الكل كيكون في عندي مبدل منه، وكيكون البدل هو جزء من هذا المبدل منه مثلا. ثم البدل المباين، بدل المباين فيه أنواع، كاين بدل الإضراب، بدل الغلط أو النسيان، ثم البدل نعم. ثم البدل المطابق هو اللي كيكون فيه البدل هو نفسه هو المبدل منه. ثم بدل الاشتمال هو ما اشتمل عليه المبدل منه. غادي نقراو الجملة غادي نشوفو. ألقى الشاعر قصيدة، قصيدة الرثاء. شنو كتلاحظوا هنايا؟ هاد قصيدة الرثاء هي هاد القصيدة اللي قراها الشاعر، بمعنى هذا عندي بدل مطابق. إذن ثلاثة هو بدل مطابق. إذن ألف هي ثلاثة. ثم الجملة الثانية، ألقى الشاعر قصيدة الرثاء كلها. ألقى الشاعر قصيدة الرثاء كلها. إذن هاد كلها فين كنشوفوها بزاف؟ كنشوفوها في التوكيد المعنوي. إذن هنا عندي توكيد وما عنديش أصلا بدل. ثم جيم، ألقى الشاعر قصيدة الرثاء ثلثها. نلاحظوا قصيدة الرثاء ثلث ديالها. إذن شنو كيبين هذا؟ كيبين بأن جزء من القصيدة، ماشي كاملة وإنما جزء منها. إذن هذا هو البعض من الكل أو الجزء من الكل. إذن الكل هو القصيدة الرثاء أو قصيدة الرثاء، وهذا ثلثها هو جزء منها، وبالتالي بدل الجزء من الكل هو هذا. ثم أعجبني الشاعر إلقاؤه. إذن بالنسبة لبدل الجزء من الكل وبدل الاشتمال دائما كيكون عندي واحد الضمير يعود على المبدل منه. إذن أعجبني الشاعر إلقاؤه، نلاحظوا إلقاؤه لاصق فيها واحد الضمير يعود على ماذا؟ على الشاعر. هذا هو المبدل منه، هذا هو البدل. ما نوع البدل هنا؟ هل هو جزء من الشاعر؟ إذن لا. واش هو بدل مطابق؟ لا. إذن فهو بدل اشتمال، بدل اشتمال. بقى لنا البدل المباين، ألقى الشاعر قصيدة المدح الرثاء. نلاحظوا قال قصيدة المدح ثم بدلها بالرثاء، إن هذا هو ما يسمى بالبدل المباين، بدل المباين. ثم نمر للسؤال الموالي، السؤال 36. ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة لأصل اصطفى مما يأتي. إذن هذا الأصل نتاع هذه الكلمة، هذه اصطفى منين جات؟ هو من استفى ولا اصطفى واش هي؟ أو لا من اصطفى ولا اصطفى؟ بحال مثلا إلا قلنا اصطنع، اصطنع.
شنو هو الاصل نتاع هذه الكلمه هذه؟ الاصل نتاع هذه الكلمه هذه خصني نخرج واحد ثلاثه الحروف اصليه، نخرج منها واحد الفعل مجرد. اذا الاصل نتاعها هو صنع، صنع على وزن فعل. اذا اصطنع على وزن ماذا؟ هاد الصا هذه هي الفاء، ها هي دي فا، والنون هي العاء، ها هي، ثم هاد العاء هي اللام. عندي هنا واحد الطاء هنا زايده، وعندي هنا واحد الالف. اذا على وزن افطعل، وما كنقولش افطعل، غادي خصني نقول افتعل. اذا هاد الطاء هذه كانت تاء، غير فقط هنا عندي الصاد للضروره الصوتيه تبدلت هذيك التاء بالطاء. ها ما نقدرش نقول اصطنع، جايه شويه ثقيله، كتبدل هذه الضروره الصوتيه، كتبدل هذه الطاء على تاء، اصطنع على وزن افتعل. اذا نفس الشيء اصطفى، اصطفى الاصل ديالو هو صفا، صفا عندي واحد الطاء هنا زايده وعندي واحد الالف هنا زايده، ايضا على وزن افتعل، على وزن افتعل، بمعنى هذه التاء هذه كانت، هاد الطاء هذه كانت تاء وتبدلات تغيرات. اذا الجواب الصحيح هنا الاصل نتاع هاد كلمه اصطفى هو اصطفى، هي هذا الجواب الثالث، بمعنى هاد الطاء هذه راه كانت تاء، الاصل ديالها هو هاد التاء، لان الا بغيت ندير الوزن نتاع هاد الفعل اصطفى غادي نديرو على وزن افتعل، افتعل. ثم نمر للسؤال 37، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة لنوع الإعلال الذي وقع على فعل يدعو في الجملة الآتية. الإعلال عندنا فيه أنواع، كاين إعلال بالقلب، يعني كنقلب واحد الحرف إلى حرف آخر، بحال مثلا قي قال، قال هذيك الألف راها ماشي أصلية في الآخر، لأنها إلا رجعنا للمود قال شنو هو المضارع نتاعو؟ يقول، بمعنى هذيك الألف قلبت عن واو، هذا هو الإعلال بالقلب. ثم الإعلال بالحذف، يعني كنحذف واحد الحرف، بحال مثلا وقف يقف، يقف فين مشات الواو؟ في يقف أقف، تحذفات، هذا هو إعلال بالحذف. ثم إعلال بالتسكين، مثلا خدينا هذا الفعل يدعو، يدعو شنو هو الأصل ديالو؟ الأصل ديالو هو يدعو، يدعو فعل مضارع مرفوع، نورمال مخصها تكون هنا، ولكن هنا عندنا الثقل. شنو كيوقع هنايا؟ هاد الضمه هادي مشات ورديناها سكون، يدعو، يدعو، من هذا هو اعلال بالتسكين، من هذه يدعو هذه فيها اعلال بالتسكين. ثم اعلال بالحذف والقلب، كيكون فيها هادو مجموعين، القلب والحذف، كنقلب حرف الى حرف ثم كنحذف واحد الحركه، نحيد واحد الحركه إلى غير ذلك. ثم 38، سؤال 38، صل بسهم بين نوع الجملة والكلمة التي تناسبه فيما يأتي. كاين جمع كثرة، صيغة منتهى الجموع، جمع قلة، جمع مذكر سالم، إلى غير ذلك. أنفس، أنفس إنها كتوحي بأن عندي جمع قلة، أنفس هو واحد جمع قلة. محدثون، محدثون شنو كتلاحظوا هنا؟ واو النون، بمعنى هذا جمع مذكر سالم. اذا محدث المفرد نتاعو هو محدث، زدنا واحد الواو والنون فهو اذا جمع مذكر سالم. ثم جمع قله، نعم جمع قله هو انفس، صيغه منتهى الجموع، صيغه منتهى الجموع يمكن تكون على وزن مفاعيل، مفاعل، مفاعيل، أفاعيل، إلى غير ذلك. إذن شنو عندي شي وزن بحال هكا؟ لاحظوا هنا نشوفوا هاد الدراهم، إذن دراهم تقدر تكون حتى على وزن فعائل إلى غير ذلك، هذا ما يسمى باسم بمنتهى صيغة منتهى الجموع، إذن دراهم هي صيغة منتهى الجموع. ثم جمع كثرة، لاحظوا هنا قطع، هذا هو جمع كثرة. غادي تقول لي 20، علاش ما درناها جمع مذكر سالم؟ هذا كيتسمى ملحق بجمع مذكر سالم وليس جمع مذكر سالم، يعني كيتبعوا فقط، كي عنده نفس الاعراب ديالو، كيتسمى ملحق بجمع المذكر السالم. نمر للسؤال الموالي، ها
السؤال الموالي 39، صل أو صلي بسهم بين الفعل واسم الفاعل منه فيما يأتي. اسم الفاعل، إذن هنا بالنسبة لاسم الفاعل يصاغ اسم الفاعل عندها إما فعل ثلاثي وغير ثلاثي. لكن عندي اسم فعل ثلاثي بحال مثلا كتب فتح، فاسم الفاعل نتاعو يكون على وزن فاعل، كتب كاتب، فتح فاتح، نجح ناجح، إلى غير ذلك. هذا هو اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، أي يصاغ على وزن فاعل. أما إذا كان غير ثلاثي بحال مثلا استخرج استعمل انتقل إلى غير ذلك، فعنده القاعدة نتاعو يصاغ على، إذا كنحول الفعل المضارع يصاغ على وزن مضارعه، إذا كنحول هذا الفعل هذا للمضارع، وديك ياء المضارعة بإبدال ياء المضارعة ميم المضمومة وكسر ما قبل آخره. مثلا استخرج شنو هو المضارع ديالو؟ يستخرج، يستخرج، هذه ياء المضارعة كنحولها ميم المضمومة وكسر ما قبل آخره. إذن اسم الفاعل نتاع استخرج هو مستخرج، إذن هو الذي قام بالفعل مستخرج. استعمل يستعمل مستعمل، انتقل ينتقل منتقل، إلى غير ذلك. إذن غنشوفوا عندنا دعا، هنا هذا فعل ثلاثي، دعا عندي ثلاثة الحروف، إذن على وزن فاعل، إذن اسم الفاعل ديالو غادي يكون على وزن فاعل، إذن في الراء دعا داع، ها النورمال خصها تكون داعي، إذن خاصة واحد الياء، إذن هنا حذفت، ها الداعي لأنه اسم منقوص، إذن في التنوين ديالو تحذف الياء في حالة الجر، مثلا في حالة الجر والرفع، أما في حالة النصب فتثبت ياؤه. إذن دعا داع. ثم استدعى، لاحظوا هذا فعل غير ثلاثي، استدعى شنو هو المضارع ديالو؟ يستدعي، يستدعي، إذا نبدلوا هذه الياء مضارع ميم المضمومة وكسر ما قبل آخره، مستدعي، إذا هنا عاوتاني أيضا هذه الياء كتحذف كتولي مستدعٍ، مستدعٍ اللي هي هذه، إذا استدعى مستدعٍ. ثم ادعى، ادعى شنو هو المضارع ديالو؟ يدعي، يدعي، نبدلو هذه الياء مضارعة من مضمومة وكسر ما قبل آخره ونحذفو هذه الياء، مدعٍ، إذن مدعٍ، في الراء مدعٍ، إذن ها هي هذه، ادعى مدعٍ، هذا هو اسم الفاعل ديالها. ثم تداعى، تداعى شنو هو المضارع ديالو؟ يتداعى، يتداعى، إذا نبدلو هذه الياء المضارعة ميم المضمومة متدا وكسر ما قبل آخره، نحيدو هذه الفتحة هذه ونكسروها ونحذفو هذه الياء، إذا كتحذف هذه الياء لأنه يعني عندنا حرف علة في التالي، متداع، متداع، ها هي متداع، إذا تداعى متداع. إذا هذا هو السؤال 39. ثم سؤال 40، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجواب الصحيح حسب منطوق النص فيما يأتي. الكلمة في لغة الشعر مألوفة الدلالة، الكلمة في لغة الشعر غريبة الدلالة، الكلمة في لغة الشعر عديمة الدلالة، ثم الكلمة في لغة الشعر عميقة الدلالة. بالنسبة للغة الشعرية اللي قريت النص مزيان غادي يبين لك بأن الكلمة في لغة الشعر عميقة الدلالة، كتكون عميقة الدلالة، إذن هذا هو الجواب الصحيح. ثم السؤال 41، كنحاول بعجالة باش ما نطولوش في هذا المكان، ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة، إذن تقريبا كل شيء سهل. ضع علامة داخل الخانة المقابلة لاسم الآلة مما يأتي. مفتتح مفتاح منفتح متفتح، إذا مباشرة اسم الآلة هو مفتاح على وزن مفعال، إذن أسماء الآلة عندها إما على وزن مفعال أو فعالة أو مفعل إلى غير ذلك أو مفعلة. إذا
فعال أو فعالة. إذا فعال إذا كانت مؤنث كنقولوا فعالة. إذا ثم السؤال 42، ضع علامة داخل الخلل المقابل للكلمات التي تنتمي إلى الحقل اللغة الشعرية مما يأتي. انطلاقا من النص، واش الكلمات التي تنتمي إلى اللغة الشعرية؟ الغموض، الوضوح، العمق، النفعية، الإيحاء. إذن اللغة الشعرية كتكون غالبا غامضة، إذن كاين الغموض، ما عمرها ما كتكونش واضحة، يعني بحال النصوص العهدية. ثم العمق نتاع الكلمات، إذن عندها عمق في المعاني إلى غير ذلك. ثم كاين الإيحاءات، كاين الإيحاء في اللغة الشعرية. ثم السؤال 43، إذا نعم السؤال 43، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة لمعنى عبارة تنفر من الواردة في النص مما يأتي. إذا بحسب من انطلاقا من قراءة النص، هل تنفر من، واش هي تلجأ إليه، ترغب فيه، تجزع إليه، ثم تجزع منه. إذا الجواب الصحيح مباشرة هو تجزع منه، تنفر منه أو تجزع منه. ثم سؤال 44، صل بسهم بين الفعل واسم المفعول. كما شفنا في السؤال السابق اسم الفاعل، الآن اسم المفعول بنفس الطريقة، اسم المفعول حتى هو عندي إما ثلاثي أو غير ثلاثي بالنسبة للفعل. إذا كان الفعل ثلاثي فيصاغ على وزن مفعول، بحال مثلا كتب، مكتوب، هذا هو اسم الفاعل، اسم المفعول ديالو. خرج، مخروج، نطق، منطوق إلى غير. هذا هو اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. أما إذا كان غير ثلاثي فنفس القاعدة نتاع اسم الفاعل، فقط واحد الحركة اللي كتغير يصاغ على وزن مضارعه أيضا، بحال مثلا استخرج، كنخرجوا المضارع نتاعو يستخرج، ونبدلوا هاد الياء المضارعة من مضمومة وفتح ما قبل آخره. قبيلة كنا كنديروا اسم الفاعل كيكون كسر ما قبل آخره، أما اسم المفعول فيكون فتح ما قبل آخره. مستخرج، إذن كاين مستخرج، واسم الفاعل هو الذي قام بالفعل، يعني هو اللي خرج، مستخرج. أما مستخرج هو الذي أقيم عليه الفعل، يعني هو اللي تستخرج، هو الذي تم استخراجه. مستخرج اسم مفعول، ومستخرج هو اسم فاعل، هذا قام بالفعل وهذا أقيم عليه الفعل. هو الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في الفعل غير الثلاثي. نفس الشيء الفعل الثلاثي، هذا هو المعنى نتاع اسم الفاعل. لأن كان، نلاحظوا كان، إذن هذا فعل ثلاثي، إذن نطبق عليه قاعدة نتاع الفعل الثلاثي. كان هذا فعل ثلاثي، إذن نطبق عليه قاعدة الفعل الثلاثي، يصاغ على وزن مفعول، على وزن مفعول، إذن في الراجل، إذن على مكون، مكون، إذن هنا خص واحد الواو وكتحذف، إذن هذا إعلال، إعلال بالحذف، إذن مكون، بحال قال مقول، قال مقول، كنقولوش مقول. إذن هذا إعلال بالقلب، كتحذف ديك الواو، إذن نفس الشيء هنا محذوفة الواو، مكون، إذن هذا هو اسم المفعول نتاع كان. تكون، نلاحظوا هنا فعل غير ثلاثي، شنو هو المضارع نتاعو؟ يتكون. هاد الياء هادي نردوها من مضمومة وفتح ما قبل آخره. متكون، متكون، في الراء متكون، ها هي، إذا تكون، متكون. استكان، استكان، شنو هو المضارع نتاعو؟ يستكين، استكان، يستكين. نبدلوا هاد الميم او هاد الياء المضارعه بميم مضمومه وفتح ما قبل اخره، تولي مستكان، اذا كنفتحوا ما قبل اخره، كانت عندي ياء تولي الف، مستكان، مستكان، اذا ها هو استكان، مستكان. ثم كون، كون، شنو هو المضارع نتاعو؟ يكون، يكون. نبدلوا هاد الياء المضارعه بميم مضمومه، مكو وفتح ما قبل آخره، مكون، مكون، إذن مكون في الراء هو هذا، هذا الألف، إذن مكون، إذن هذا هو اسم المفعول.
ثم السؤال 45، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للكلمات التي تنتمي لحقل لغة الحديث اليومي مما يأتي. إذن لغة عميقة، لغة مباشرة، لغة واضحة، لغة مثالية، لغة موحية. إذن بحال تقريبا نفس السؤال راه فات قبيله، الخانة المقابلة للكلمات التي تنتمي إلى حقل لغة الحديث اليومي. قبيله كنا هضرنا على لغات اللغة الشعرية، دروك العكس لغات الحديث اليومي. العكس نتاع اللغة الشعرية كتكون واحد اللغة اللي هي واضحة، عكس اللغة الشعرية كتكون لغة عميقة وغامضة إلى غير ذلك. ثم هنا كتكون لغة مباشرة في الحديث اليومي، العكس نتاع اللغة الشعرية كتكون لغة عميقة ولغة موحية. ثم السؤال 46، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة لمعنى العبارة تتضام الأشياء الواردة في النص مما يأتي. إذن انطلاقا من قراءة النص سيتبين لك أن الجواب الصحيح هو هذا الخيار الثاني، تضاف إلى بعضها. يعني بعد قراءة النص سيتبين لك أن الجواب هو تضاف إلى بعضها. ثم بقى لنا السؤال 47. سؤال 47، ضع علامة داخل الخانة المقابلة لمؤنث اسم التفضيل من الفعل فاضولة مما يأتي. إذن فاضولة، إذن اسم التفضيل نتاعو هو أفضل، فاضولة أفضل، والمؤنث نتاعو هو فضلة، هو فضلة على وزن فعلة. ثم السؤال 48، ضع علامة داخل الخانة المقابلة لاسم الجامد مما يأتي. الاسم الجامد، لاحظوا هنا مبرد، هذا اسم آلة، إذن لاحظوا هذا مبرد، إذن فهو ليس جامدا. مقص أيضا فهو اسم آلة. فأس، كاين اللي يقول حتى هو اسم آلة، حتى هو كنستعمل. إذن لا، اسم الآلة كيكون على وزن مفعل ولا على وزن مفعل فقط، هذو مش أوزان تاع اسم الآلة. مفعل أو فعالة أو مفعلة، إذن دائما كتكون فيه الميم في اسم الآلة، كتكون غالبا فيه الميم، أو على وزن مثلا غسالة إلى غير ذلك. إذن فأس فهو ليس اسم آلة، براد أيضا فهو ليس اسم جامد، إذن الفأس هو اللي اسم هنا، هو اسم جامد. ثم السؤال 49، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة لجملة التعجب السليمة مما يأتي. جملة التعجب، ما، نلاحظوا هنا عندي تعجب، ثم عندي اسم تفضيل موراه، ثم عندي واحد الاسم آخر موراه. نلاحظوا ما أجمل لغة الشعر، لأن دائما ملي كيكون عندي تعجب واسم التفضيل اللي موراه كيكون منصوب، ما أجمل، ما أعظم، ما أوسع إلى غير ذلك. ثم الكلمة اللي كتجي موراه كتعرب مفعول به، من كتكون حتى هي منصوبة، إن هذه خاطئة. ما أجمل، لاحظوا هنا قلنا خاصها تكون منصوبة، حتى هذه خاطئة. ما أجمل لغة الشعر، ما أجمل، إذن هذه خاطئة. إذن الصحيح هو ما أجمل لغة الشعر، لغة مفعول به. إذن هذا هو الجواب الصحيح، ما أجمل لغة الشعر. ثم السؤال 50، صل بسهم بين جملة النداء ونوعها فيما يأتي. بالنسبة لجملة النداء، إذا النداء عندنا فيه خمسة ديال الأنواع، إما مضاف أو شبيه بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. إذا إذا رجعتوا للفيديوهات السابقة تلقاو الشرح مفصل في التصحيحات السابقة. إذا المنادى قلنا لديه خمسة أنواع، إما مضاف أو شبيه بالمضاف أو نكرة غير مقصودة أو علم مفرد أو نكرة مقصودة. بالنسبة للمضاف خصو يكون دائما منصوب، المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة هذا خصهم يكونوا منصوبين. أما العلم المفرد والنكرة المقصودة فخصهم يكونوا مبنيان على ما يرفعان به. إذا كانت فيه الضم غنقول مبني على الضم، إذا كانت فيه الألف غنقول مبني على الألف لأنه مثنى، إذا كانت الواو غنقول مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم. بحال مثلا أي شاعران تمهلا، نلاحظوا أداة النداء هي هذا، حرف النداء هو هذا، المنادى هو هذا، ما نوعه؟ شنو كتلاحظوا؟ هذا مثنى، لاحظوا مبني على الألف لأنه راه مرفوع بالألف، إذا مبني على الألف لأنه مثنى. إذا شكون هو هذا الآخر اللي كيترفع على ما يبنى به؟ يبنى على ما يرفع به، هو النكرة المقصودة، هو النكرة المقصودة. يا شاعرة المدينة، المدينة تمهلي،
لاحظوا عندي مضاف إليه شاعرة المدينة، إذن هذا منادى شاعرة منادى مضاف، هذا منادى مضاف. ثم أناظما شعر الهجاء تمهل، أناظما شعر الهجاء تمهل. إذن هنا شبيه بالمضاف، هذا كيتسمى شبيه بالمضاف، إذن كيكون بحال بحال المضاف، ولكن ماشي هنا الكلمة اللي كتجي موراه ماشي مضاف إليه، إذن هذا شبيه بالمضاف. أحسان في تلاوة الشعر تمهل، إذن حسان هذا اسم علم، اسم نتاع شخص معين، يعني كنادي على شخص معين، إذن هذا فهو كيتسمى علم مفرد أو علم مذكر. ثم السؤال 51، ضع علامة داخل الخانة المقابلة لتصغير كلمة عصفور. تصغير نتاع كلمة عصفور هو عصيفير، هو عصيفير، من هذا الشيء ما فيه شيء مشكل، عصيفير. ثم 52، زوجة الشاعر حبلى، ضعي أو ضع علامة داخل الخانة المقابلة لسبب منع حبلى من الصرف. إذا ممنوع من الصرف، كاين مجموعة نتاع الآخرين كتكون ممنوعة من الصرف، يعني ميمكنش تنون، وعنده علامات إعرابية مثلا خاصة في كيتنونش، ينصب بالكسرة النائبة عن بالفتحة النائبة عن الكسرة. نعم، واش هو هاد منع، هاد سبب المنع نتاع هاد حبلة، واش هو صفة مختومة بألف التأنيث المقصورة، ولا علم مختوم، ولا علم مختوم بألف التأنيث الممدودة، ولا صفة مختومة بألف التأنيث الممدودة؟ فقط بالمنطق هنا السؤال غادي يبان لك. إذا لاحظوا هنا، حبلة هل هي صفة ولا علم؟ علم بمعنى اسم شخص، فهي ليست علم، إذن فهي صفة بمعنى هذا خطأ وهذا خطأ. قالت لي دروك واش هذه صفة مختومة بألف التأنيث المقصورة ولا صفة مختومة بألف التأنيث الممدودة؟ شنو كتلاحظ هذه؟ أشمن ألف هذه؟ هذه ألف مقصورة، وبالتالي مباشرة الجواب الصحيح هو ألف، صفة مختومة بألف التأنيث المقصورة. ثم 53، لا مدخني السجارة مرغوبان، ضع علامة داخل الخانة المقابلة لنوع اسم لا النافية للجنس. إذن واش نكرة غير مقصودة، واش مفرد، واش شبيه بالمضاف ولا مضاف؟ لاحظوا مدخن السجارة، يا مدخن السجارة، إذن السجارة هذا مضاف إليه، وهنا مدخني، ها مدخني، إذن مثنى، نورمالمون خصها تكون مدخنان. علاش مشات ديك النون؟ هذيك النون حذفت يا مدخنين، ماشي مدخنان، مدخنين، هذيك النون حذفت للإضافة. عبح مثلا اللي كنقول معلمون، وإلا زدت لها واحد المضاف مثلا معلمون اللغة العربية، واش جاية نقول معلمون اللغة العربية؟ لا، إذا خاصها تحذف هذه النون كتولي معلمو اللغة العربية، معلمو أو لا معلمان اللغة العربية. ها هنا خاصني نحذف هذه النون، نقول معلمة اللغة العربية، إذن هنا راه منصوب بالياء، وبالتالي حذفت هذيك النون للإضافة، إذن فهو مضاف، إذن فهو مضاف. ثم السؤال 54، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة لمعنى كلمة نوه بها حسب ورودها في النص. نوه بها بمعنى أشاد بها، إذا انطلاقا من النص، ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة هنا، شي علاش ما كان. السؤال 55، ضع علامة داخل الخانة المقابلة لمعنى عبارة صرفهم عن الواردة في النص. إذا انطلاقا من النص، صرفهم عن يعني منعهم عن. ثم السؤال 56، ضع علامة داخل الخانة المقابلة لتحويل الجملة الصحيحة مما يأتي. الشاعرات العربية أدركن الحقيقة ونوهت بها وقربناها إلى أذهانهن. المباشرة الشاعرات العربية، الشاعرات العربية، نلاحظ هنا عندي جمع، هنا عندي مفرد، إذن هذه خاطئة مباشرة. ثم نفس الشيء الشاعرات، هنا جمع، هنا هذه مفرد، إذن هذه خاطئة. هنا الشاعرات العربيات، الشاعرات العربيات أدركنا الحقيقة ونوهنا بها، ونوهت بها، إذن هنا عندي وحدة وهنا كنتكلم على الجمع، إذن هذه خاطئة. الجواب الصح مباشرة هو ثلاثة،
الشاعرات العربيات أدركن الحقيقة ونوهن، نون النسوة تعود على هذا الجمع مؤنث السالم، بها وقربنها إلى أذهانهن. ثم السؤال 57، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجملة المتضمنة لنون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة مثلا يذهبن ولا يذهب. إذن مثلا عندنا ستنشدينن، إذن هنا نون التوكيد الثقيلة لحقاش مشددة. ستنشدين مشددة، نون التوكيد الثقيلة. ستنشدينن أمام الجمهور ديوانك الشعري الجديد. إذن الجواب الثالث هو الصحيح، نون التوكيد الخفيفة. ثم هنا ستنشدين، إذن هذه ليست التوكيد، هذه ماشي نون التوكيد، هذه نون النسوة. هذه ستنشدين أنت. ثم السؤال 58، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للجملة الخالية من الأخطاء فيما يأتي. إن العلاقتان، إذن لاحظوا هنا عندي ناسخ حرفي، والناسخ الحرفي ينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ويرفع الخبر ويسمى خبر. إن العلاقتان ضرب مرفوع بالألف، إذن خاطئ، لحقاش هذا خاصة يكون منصوب لحقاش قبله إن، بمعنى خاصة يكون هذا مثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن الصحيحة هي هذه ولا هذه ولا هذه. دوك العلاقتين بجو كامل راهم منصوب ب، إذن خاصة هذه تكون منصوبة واللي موراها خاصها تكون مرفوعة. إذن لاحظوا هنا منصوبة هذه خاصها تكون مرفوعة، إذن هذه خاطئة. بقات لي دروك هذه وهذه. من هنا عندي إن، وهنا عاوتاني عندي ليست، ناسخ فعلي. ناسخ فعلي عاوتاني نشوف الخبر ديالو الاسم ديالو. ليست، إذن ليست الاسم ديالو هو الضمير مستتر تقديره هما. الخبر ديالو هو حركتين، حركتين. إذن إن العلاقتين اللغويتان، إذن هنا خاطئ حتى هذه، لحقاش هذه العلاقتين خصها تكون اللغويتين ماشي اللغويتان، لحقاش هذا نعت. نعم هذا نعت. إن العلاقتين اللغويتين، إذن الجواب الصحيح هنا هو هذا. لماذا؟ لأن إن العلاقتين هو اسم إن منصوب، هذا نعت. ليست، إذا المبتدأ ليست الاسم ديالها ضمير مستتر تقديره هما، مرفوع، وحركتين هي منصوبة، هي هذه هو الخبر نتاع ليس. إذا فهو هذا هو الجواب الصحيح. إلى هنا تنتهي، باقي لنا عدد يمكن واحد الأسئلة. ثم السؤال 59 بعجالة، الجواب الصحيح هنا المسائل، المسؤولية، المسألة، ثم المساءلة. إذا لاحظوا المسائل خاصها تكتب على الياء، هنا المسؤولية، المسؤولية خاصها تكتب على الواو، لحقاش عندي ضمة وعندي سكون قبلها، الضمة أقوى من السكون. ثم المسألة هذه صحيحة. ثم المساءلة خاصها تكتب على السطر، لحقاش قبلها عليه مد ميت أو سكون ميت. إذا الجواب الصحيح هو ثلاثة. ثم السؤال 60، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المقابلة للكلمات المكتوبة بطريقة صحيحة مما يأتي. سبات، دوات، ذوات، مبالاة، مباراة. هنا مباراة ماشي جمع، خاصها تكون تاء مربوطة. إلا بغينا نديرو تاء مربوطة نقولو مباريات، إذن هذه خاطئة. مبالاة حتى هنا خاصها تاء مربوطة، هذه خاطئة. ذوات هذه خاطئة لحقاش خاصها النقطة. إذن الصحيحة هي ذوات، الذات. ثم سبات خاصها التاء مربوطة، إذن خطيئة. إذن الجواب الصحيح هو السؤال ثلاثة. نعم سبات حتى هي صحيحة، نعم سبات حتى هي صحيحة، نعم أعتذر. سبات لحقاش تاء مبسوطة، هذا اسم تاء مبسوطة، علاش؟ لحقاش قبلها ألف أو سكون ميت. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، إلى حصة مقبلة إن شاء الله مع ديداكتيك المواد ومادة اللغة العربية. إلى ذلك الملحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.